السلام عليكم، ازاي حضرتك استاذ محمد؟ الف شكر ليك بجد والله، يعني لولاكوا فعلا ما كناش عرفنا نعدي كويس. الحمد لله نتيجتي ظهرت النهارده، جبت 62% الحمد لله. هقولكوا على الاسئله اللي جات لي بالظبط. جالي صوره الايد محروقه من الدرجه الاولى، مكتوب فيها كلمه ريدن، فاخترت بيرني بالدرجه الاولى. جايبي رجلي يمين ورجلي شمال، في واحده فليكشن وواحده اكستنشن. جايب لي برضو الصورة بتاعة الولكر وبيقول لي كام انشز، 18. جاي لي دلوقتي برضو في سؤال كنت متزاولة فيه شوية، ان في ايد في مريض المفروض انا اسحب له عينة من الايد اليمين، وهو في نفس الوقت ايه ايديه متعورة بإزاز، فالمفروض ان انا اعمل ايه؟ استنى لما النزيف يقف وبعدين اسحب، ولا اسحب من الدراع الشمال؟ انا اخترت دي بصراحة، ان انا استنى لما اشوف النزيف يقف الاول واسحب من الدراع التاني. جالي برضو سؤال قال لي ان في مريض وقع في الحمام، والمريض ده لقيت لونه اصفر ولقيت ضغط واطي باين عليه العلامات كده، فالمفروض ان اعمل ايه؟ انادي على مساعده، ولا اكلم الدكتور، ولا اعمل CPR، ولا ادفي المريض لقيت كلمه بلانكيد، ان المريض ممكن يكون بردان. جالي برضو صورة اللي هي السواب من الجرح ده، باخد بيه مسحة. جالي سؤال 4000 سنتي بيساوي كام لتر؟ 4 لتر. برضو جالي كلمة حاجة كده بريسنج، قبل كلمة بريسنج في كلمة كده مش عارفاها بصراحة، ان انا بعمل يعني بريسنج لانهي مريض، الواعي ولا الغير واعي، ولا في نبض بس مفيش تنفس، ولا في تنفس بس مفيش نبض؟ فبصراحة السؤال ده أنا مش فاكرة جاوبت فيه إيه، بس عامة السؤال ده زودني حبة حلوين يعني. برضو جالي المريض رمى المعلقة، فالمفروض لقيت كلمة بيكال من الممرضة. برضو جالي سؤال الولكر والاستراكتشر والكلام ده كله، أنا ما كنتش فاهماه غير لما شفت الفيديوهات اللي حضرتك نزلتها بصراحة. شفت الفيديو خلاص أنا عرفت طريقة النقل إزاي، لو جالي أي سؤال هعرف أجاوب. فشفت الفيديو وهو الممرضة بتشيله من على السرير للكرسي، كانت ايد المريض حوالين رقبة المريضة، فعرفت وضع المساعد الصحي ايه، فقال لي في السؤال ده ايد المريضة هتكون فين، فافتكرت ساعتها ان هو فعلا حوالين رقبة الايه التمريض. جالي برضو سؤالين عن الغرف، بصراحة ما كنتش فاهماهم، لانه مش جايب لي مثلا 4 غرف فيهم كذا وكذا وكذا، لا ده جايب لي كل غرفة والاكشن تداخل بتاع التمريض ايه، فالسؤالين ما فهمتهمش اصلا لحد دلوقتي، مش فاهمه هما كانوا جايين ازاي. بس هو مش جايب انهي مرض اللي تخش له، لا هو جايب ايه التداخل الصحيح اللي في كل اوضه من دول. جالي برضو وضع السي اس اف ووضع الانما، وجالي دلوقتي برضو الفتحه اللي تكون موجوده في الشراب بتاع الرجل بتتعمل ليه، عشان اشوف الدوره الدمويه. وبرضو مريض عنده احمرار في الاطراف وعامل جبس، المفروض ان انا هعمل ايه؟ هو كاتب ان انا هبلغ الاخصائي، ولا هجس النبض وبعدين ابلغ؟ انا اخترت دي بصراحه، دي بصراحه الحاجات اللي انا افتكرتها، لان انا بقالي 5 ايام ممتحنه، فدول اللي انا بصراحه الوحيد اللي لزقوا في دماغي، لان هم دول اللي تعبوني شويه. لو افتكرت اي حاجه تانية هبلغ حضرتك بيها، والف شكر وربنا معاهم يا رب كده، ويفرحوا زي احنا ما فرحنا، ويذاكروا بامانه الله، لان الامتحانات فعلا تستاهل ان احنا نذاكر، لان هي فعلا اللي بيذاكر بيتعب وبيلاقي في الاخر، وربنا يا رب يختار لهم الأصلح.